صديقتي تقول لما أروح عند أهلي كل يوم أنام في مكان مختلف وفرشة ووسادة مختلفة، هل هذا جيد أم لا؟ لا، مو جيد، مو جيد. المفروض أنه العقل اللاواعي يكون متعود على القصة اللي هو متعود عليها. ما تبغين تسوي له مفاجآت، ما تبغين تسوي له يعني أشياء يقعد ينشغل فيها، يقعد يفسرها وينشغل فيها. فلما أروح عند أهلي كل يوم أنام في مكان، أنا ما أدري أنتي ليش تروحين تنامين عندهم، إذا عندك بيت روحي سلمي عليهم وارجعي في بيتك نامي. أنا ما أدري ليش تنامين عندهم بما أنه ما عندك غرفة عندهم، فبالتالي مو مكانك هذا، والعقل اللاواعي يعرف أنه هذا مو مكانك، فالمفروض أنك تنامين في مكانك، المفروض أنه أنتي تنامين في مكانك. وعلى فكرة يعني حتى مثلا لما تسافرون تروحون أوتيل، المكان يحتاج تنظيف، لأنه لما تنام راح تلتقط كثير من الأشياء اللي موجودة في الغرفة أو في السويت اللي أنت ساكن فيه. يعني تخيل أنك تتنقل من أوتيل لأوتيل، من غرفة لغرفة، ومن كل هالفوضى اللي موجودة في هذه الأماكن راح تلتقطها، راح يلتقطها العقل اللاواعي. فأنا أقترح عليك أنك أنت ترجعين لبيتك وتنامين في سريرك، ويعني أو أنك بما أنك يعني يمكن تزورين أهلك كثير، فبالتالي تحتاجين أنك تنامين عندهم، فبما أنك تحتاجين تزورينهم كثير تنامين عندهم، لازم يحطون لك مكان، لازم يحطون لك مكان. ولو شلون يا جماعة، أنا ما أحس القصة ملخبطة، يعني أنا ما أعرف ليش تنامين عندهم، ليش يعني تتنقلين وكذا. المفروض ان عندك مكان انت مستقره فيه، اذا 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 انت تبغينهم اوجدي مكان لك. زوج هيداوم والجيش، واذا زوج هيداوم والجيش الله يحفظ ان شاء الله ويرده سالم، تقعد في بيتها وتقعد في سريرها، وش السالفه؟ وش السالفه؟ تبغين اهلك حطي لك بيت، حطي لك غرفه عندها لك، وحطي لك سرير. يعني خلاص انت الان سيده مستقله، شو وديك هناك وش ينومك هناك؟ ما أدري، ما أعرف يا جماعة. قالت مو متزوجة، طيب ها مو متزوجة يحطون لك غرفة، مدام هي مو متزوجة يحطون لها غرفة، خلاص بنتهم ولا هي ما هي قاعدة معاهم. إذا أنت قاعدة في هذا البيت لازم يكون عندك غرفة ويكون عندك سرير محدد ومكان محدد، تقدرين تديرين هذا المكان، تقدرين تنظفينه، تقدرين تعتنين فيه، تقدرين تركزين عقلك اللاواعي في هذا المكان النظيف.